سؤال علي على الشاشة. ننطلق في الجولة الثالثة. أول سؤال يقول: من هي الصحابية الجليلة الملقبة بذات النطاقين؟ حصفة بنت عمر، أسماء بنت أبي بكر، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي الصحابية الجليلة؟ حفصة بنت عمر، أسماء بنت أبي بكر، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النطاقين وش؟ من هي الصحابية الجليلة الملقبة بذات النطاقين؟ إيه النطاقين وش؟ والله ودي أعلمك، لو علمتك عرفت الإجابة. أسماء بنت أبي بكر. ثبت. أسماء بنت أبي بكر. ثبت. رضوان الله عليهم جميعا. علوم. علوم عندك؟ لا والله عندك مرة. ما عندي؟ والله ما تعدى عليك يا عبد الله. والله؟ مرة. الله يبيض وجهك، خلاص إذا أسماء جابتك صحيحة 200 نقطة تستاهل. إيش فيك تأخرت يا أخي؟ ما أدري، شكيت في فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وشكيت في حفصة، بس أنا قد سمعت اسمها حفصة. قد سمعتها أكثر من مرة. الله يعطيك العافية. زين، شكرا لك. بالعكس. سلطان جاهز؟ يلا. أعطوني سؤال سلطان على الشاشة. يلا هدلنا. سؤالك يقول: أول الأئمة الأربعة هو الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك. هو الأئمة الأربعة. والله كلهم. اقرأ مرة ثانية الإجابة. أول الأئمة الأربعة هو الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك. أبو حنيفة. ثبت. أبو حنيفة وثبت. قال ثبت هو. تأكدوا لي شباب على القيمة. إيش فيك شيء يا سعد؟ ها؟ تعبان. والله كلكم أنتم مرتكم مخشتكم سخنة. كم الدرجة يا شباب؟ ثب. طيب. يرجعون للفار الآن هم عشان يشوفون. ما غير إجابة واحدة قلتها، ما قلت لا رحت هنا ولا أنا. إما إجابة واحدة؟ اللي اخترتها واحدة حتى ما. لا هم بيشوفون القيمة حقتك 300 ولا 200. الحفظ اللي حقك يعني 300 بس هو ما ثبت. أنت تقول 300 وأنا أقول 300 لكن أحتاج هم يقولون كم. لا لا 300. لكن عموما أنت اخترت الإمام أبو حنيفة. عندك معلومة ولا؟ علي يقول لا إجابتك خاطئة. الإمام الشافعي. ما شاء الله عليك علي. علي يقول الإمام الشافعي إجابتك صحيحة تستاهل أبو حنيفة. قال علي يجيها السؤال ويجاوب غلط. ها؟ شنو مشاعركم في الإسلام؟ شنو مشاعر؟ صلي بكم كل يوم. الشافعي. طيب. أبو عبد الله الشافعي مهم منهم. شوف لأنه والثاني الأخير وش اسمه؟ لا صادق أبو حنيفة. أبو حنيفة. الإمام مالك. الإمام مالك. مالك بعد سمعت بس أبو حنيفة. شكرا لك إجابتك صحيحة. وبيتأكدون الإخوان على النقاط وبلغك. سعد جاهز؟ أعطوني سؤال سعد على الشاشة. سؤالك يقول: كانوا وزراء في الدولة العباسية واشتهروا بكرمهم الشديد، فمن هم؟ البرامكة، السلاجقة، الأيوبيين. كانوا وزراء في الدولة العباسية واشتهروا بكرمهم الشديد، فمن هم؟ قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلاجقة وثبت. السلاجقة وثبت. ثبت. رمع وادينها خطأ ولا مدري وش، لكن طبعاً أسئلة مدري وين راح. أنت رمعت أسئلة ترى سهلة يعني. أنا أستغرب يا جماعة أنكم ما تربطون التاريخ، يعني أنتم ما تقرون ما تدرسون. عموماً 300 نقطة راحت لسلطان أسعد لأنه حصل على 300 نقطة قبل شوي، لكن سعد كم أخذ؟ صفر. صفر ما ردها في خاطرك للأسف. طيب مو بالسراجة. السراجة فاسو برضو. ليه ما تعرف الايوبيين؟ مين قال ايوبيين؟ سعد اللي قال هو قال بين السلاجقه والايوبيين. لا لا هي البرامكه لانهم كانوا اخوان لهم. قول لا اله الا الله. والله اني اخترت السلاجقه وانا داري من اسمهم من وراهم خير. اي والله العظيم. عموما البرامكه اجابه صحيحه. معوض خير يا سعد. نواف عاد عندي شيء من زمان. الجوجل الصغير جاهز؟ لان هناك الجوجل الكبير ما انت مشكله جوجل ما يجي معي في البرايم هنا. ليه؟ عشان نشوف هو جوجل صح. طيب شباب سعد بعد اذنك، علي بعد اذنك، اذا انت ودك اخوياك يخسرون سولف. فرجاء اعطوني سؤال نواف اذا جاهز. سؤالك يقول: ما هو المعدن السائل؟ النترات، الالمنيوم، الزئبق.
هذا معد فيها جوجل. ما سمعتك. الزئبق ثبت. الزئبق وثبت. ليش ما بالألمنيوم؟ لأن مو معدن سائل. بس كلهم معادن ولا؟ ها؟ كلهم معادن. نترات معادن؟ ما أدري عن النترات. لكن الزئبق معدن سائل أنت متأكد؟ ماني متأكد بس. وش يستخدمونه فيه الزئبق؟ والله ما أدري. عبد العزيز؟ توقف مكان الحلاقة. اللي تنحنا هناك ترى بيجيك خصم ها؟ مكان الحلاقة. الخياطة. هذا الزئبق الأحمر اللي كانوا يقولون مكاين الخياطة حقت الأمهات الله يطول بعمارها يشتغل عليها. مو بصحيح. هذيك إشاعة طلعت ترى طلعت مو بصحيح يعني ما في زئبق أحمر. هذا الوحيد اللي أتذكره. هاي تتذكره؟ الدراسة ما أتذكر. لا لا قديك تقول قصدك أنت ميزان الحرارة اللي في المستشفيات. حتى بعد هذه معرضني عليها. إجابتك صحيحة تستاهل 300 نقطة. هذول بيعرضون هو الزئبق صحيح يستخدم في 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 مكاييل او ميزان او ميزان الحراره سواء الجو اللي في المستشفيات ولا اللي في البيوت ولا يا شباب مهندس ايش رايك ما شاء الله عليك هذا صديقي تفضل يا عبد العزيز جاهز جاهز اعطوني سؤال عبد العزيز اجل مكان الخياطه ها الزاويه المستقيمه هي التي عدد درجاتها 180 درجه 360 درجه 90 درجه يا 180 يا 90 درجة لازم أضطر تحذف إجابة روح بلج 180 ثبت إجابتك صحيحة عبد العزيز أخذت 100 نقطة اللهم لك الحمد يعني حتى عبد الله الروقي معكم في زوايا زاوية مستقيمة شلون؟ زاوية شباب كذا ها 90 90 180 طيب كيف زاوية مستقيمة؟ أنا عبالي 90 خط مستقيم هو زاوية ولا مو بزاوية؟ إيه ها؟ إيه طيب كم زاويته؟ ما أدري 180 كم الزاوية هذه؟ 90 180 90 ما لها زاوية غبية فيها ما درستوها في الرياضيات مثلث زاوية مو توتل كله 360 360 درجة هذه الدائرة كاملة كل الزوايا 300 اقسمها مع النص تطلع 180 هذا الخط المستقيم الله يهديكم عموما اجابتك صحيحة تستاهل 100 نقطة ايمن جاهز جاهز اعطوني سؤال ايمن في الجولة الأخيرة الثالثة او جولة السؤال الأخير في الجولة الثالثة سؤالك يقول احد هذه الاسماء ليس من اسماء الاسد حسام فراس حمزة حمزة وثبت أنا أحب القادح شفت اللي يقدح زي كذا أنا أحبه أحد هذه الأسماء ليس من أسماء الأسد حسام فراس حمزة اخترت حمزة وثبت نعم قبل تطيره 500 نعم يا أخي أنا حمزة اسم مصري ها؟ اسم مصري مو اسم أسد صح؟ أنا أحب أسد أسد لا تكفى اسم أسد وش دخل مصري السالفة الحين غفهم أنا ما أدري ما ارتحت الحمزة غزي ارتحت الحمزة يمكن أسد مصري طيب لو أن أسد مصري مثلا أنت تدري قبل قناة السويس كان الطريق مفتوح للهجرة ما بين أفريقيا وآسيا وكان يمرون أدغال وسفانة والأشياء هذه ولا ما درست الموضوع ذا ما تتابع ناتشنال جرافيك أنت ألا والله تابع بس اتابعها اذا الاسد هجم على شيء بس ما ادري بس اجابتك للاسف خاطئه هو حسام معوض معوض اجل اسم مصري ها القادح انتهينا من الجوله الثالثه نبي نبدا الجوله الرابعه والاخيره مع علي اللبدان نبي نشوف بيقدع مثل الايمن لا والله طبعا تحيه للاخوان المصريين يستاهلون مصريين اهلنا واخواننا اي والله